معسكر بتوزيع 7 أحواض متنقلة مخصصة للسباحة، بالإضافة إلى عتاد رياضي ترفيهي لفائدة الأطفال بالمناطق النائية. هذا وقد استفادت الولاية أيضا من مخطط أزرق من خلال تنظيم مخيمات صيفية بالولايات المجاورة. التغطية للزميلة غنية غالمي. قمنا بتوزيع عدة مسابح للمناطق المعزولة بالولاية، المناطق التي تبعد على الشواطئ. هذا خصصناها هذه المسابح للشبيبة نتاعنا على مستوى هذه المناطق المحرومة، دون أن ننسى المناطق الأخرى واللي خصصناها فيه برنامج كبير اللي راح ينطلق ابتداء من أول جويلية. 7 مسابح يشرف على تسييرها السادة رؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء البلديات، كما أنه كان فيه إجراء عملية تكوين لعمال وموظفي البلديات المستفيدة لتمكينهم من تركيب وإعادة تركيب وصيانة هذه المسابح، التوزيع على العتاد الخاص برياضة كرة السلة لاستعمالها في الساحات العمومية. استفادت دائرة بوحنيفية من حوض متنقل للسباحة، تم منحه لنا من طرف سيد ولي الولاية، وهذا ما يدخل في إطار تثمين الجهود المبذولة لسلطات البلاد والاهتمام بالفئة الشبانية، خاصة ونحن مقبلون على الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.